هيا تنحى جانبا. ماذا تعتقد؟ لن نشغل أنفسنا بالقافلة. اترك هذه القافلة، إنها قافلة خمين. قلت قافلة خمين؟ أنا أقترح أن نرسل إليهم عدة رجال أقوياء، وأن نأخذ منهم بعض المال وأن نتركهم في الصحراء. لا 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 أستطيع أن أترك هذه القافلة وشأنها. لقد فقدت أعز أصدقائي الذي كان أعز من أخي في قافلة خمين تلك. دعك من الانتقام الآن، فهذا لا ينفع. كل شخص منا دفع بنحو أو بآخر ثمنا بسبب سطوه على القوافل. انظر كيف أن يكي محمد هذا فقد ابنه وأخاه في عملية السطو. شاه مراد فقد عمه وحفيد عمه. جبار عباس فقد ابن أخيه وابن أخته. لا تفكر في الانتقام، الانتقام ليس من عاداتنا نحن اللصوص. نحن قد نسطو على القوافل ونحصل على المال، فأرجوك لا تفكر بالعواطف. لقد خسرنا ما نملكه في هذا الطريق. نحن نقمة على أنفسنا في هذا العالم وعلى الناس. أسكت، يكفي هذا. أنا لا أفكر في الانتقام. أرسل بعض الرجال لكي يمسكوا أفراد القافلة ويكونوا رهائن عندنا، ومن ثم يأتون بأمان الله خان. ومن يكون أمان الله؟ أمان الله خان كان صديقنا وشريكنا في السطو. لقد فقدته في السطو على قافلة خمين. إذن لم يمت، ما زال حياً. بلى، إنه حي، يعيش في خمين ويعمل هناك حداداً. أخذه مني سيد يدعى السيد مصطفى. لقد أخذ مني أعز أصدقائي. اطمئن، سوف نأخذ أفراد القافلة كرهائن، وسوف أتيك بأمان الله والسيد مصطفى. أحضر أمان الله. السيد مصطفى قتل على يد القوات الحكومية وقطاع الطرق منذ بضع سنين، وأنا أريد أمان الله فقط. هيا بسرعة، غدا سوف يكون أمان الله عندك، فأرجو منك أن تطمئن جيدا. يا سيد أمان الله، هذا الحيوان المسكين أمضى هذا الشتاء في هذا النعل القديم. اصنع له نعلا يريحه طوال السنة. اطمئن يا سيد. هل تعرف يا سيد أمان الله أن محاصيلنا الربيعية مرهونة بعمل هذا الحيوان، وأن كل ما نملكه هو هذا الحصان؟ وعند جمع المحاصيل إن شاء الله سوف ندفع لك الأجور كاملة. حسنا، ما من مشكلة. يا أهالي خمين، انتبهوا!
لقد أخبرونا أن اللصوص وقطاع طرق سياه كو قريبون من هنا. احذروا ولا تذهبوا إلى الصحراء بمفردكم، وعودوا قبل غروب الشمس وأغلقوا أبوابكم جيدا، وكونوا حذرين ولا تفتحوا الأبواب لأحد حتى الصباح. لقد أبلغنا آمر القوات أننا على أطراف خمين ونراقب المكان جيدا. كونوا حذرين ولا تقلقوا كثيرا. رغم أننا نحافظ على خمين، لكن ليست كل النقاط تحت سيطرتنا، والموضوع يعود إليكم. هذا كل ما لدينا. لقد أبلغناكم بكل تفاصيل الموضوع، وعليكم أن تكونوا حذرين. اهدأ اهدأ. ما بك؟ اذهب وأخبر رئيسك أننا منذ سنين معرضون للسطو والنهب، ولكن في هذا الموسم من السنة ليس لدينا شيء ليسرقوه. رميتي، أنا أبعد. انظر انظر إلى رميتي. يا روح الله يا سليم، القافلة لم تصل إلى خمين في هذه اللحظة. تعاليا لنذهب. أبي قال لي قبل أن تخبرني بوصول بضاعتي من الأقمشة لا تعود إلى البيت. ولكن من ينقل خبر عودة خالي مع هداياه إلى البيت لكي يحصل على الجائزة؟ انتظر يا كربلائي. خذ 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 هذا. تعاليا لنذهب، أنا قلق. أنا أعتقد أن هناك مشاكل في المدينة. حسنا فلنذهب. حسنا. تفضل. أرجو أن لا تقلق. عندما تكون القافلة تستريح ويتناولون الطعام، سوف نكون عندهم لنتغدى معا. حسناً، فتشهم جيداً، لا تدع شيئاً يفوتك. كما تعلم نحن هنا قطاع طرق ونعمل للقوات الحكومية. أرجو منك أن لا تقلق أبداً. القوات الحكومية قادمة، القوات الحكومية قادمة. أسرع وابتعد من هنا، عندي ضيف لا أريد أن يراك هنا أبدا. كن على يقين وأنا لا أرغب في رؤيته. هيا انطلق، هيا هيا. مرحبا. مرحبا وأهلا بكم. تفضل. أنا سعيد برؤيتك. أهلا وسهلا بك يا صديقي العزيز. لقد تعبنا كثيرا.
أيها القوم توقفوا، فلنسترح هنا الآن قليلا. هيا فلنسترح. هيا اهدأ اهدأ، أنزلوا المتاع لتستريح الحمير قليلا. هيا 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 أنزلوها. هيا تقدم، إنه جيد هنا. هيا هيا استريحوا قليلا. هيا هنا جيد. يا أستاذ عبد الحسين، إن كتبك هذه أتعبت الحمار المسكين. ساعدني لو سمحت لكي نخفف من حمل هذا الحمار المسكين، حمله ثقيل جدا. ولكن أخبرني، هل قرأت كل هذه الكتب أم تحملها من دون جد؟ قرأتها، ولكن قراءة واستيعاب مفاهيم هذه الكتب أثقل من وزنها. لنفترض أننا قرأنا وتعلمنا ما في هذه الكتب، هل نستطيع العمل بها؟ في الحقيقة هذا أصعب من أن تحمل هذا الصندوق وتذهب به إلى أعلى ذلك الجبل وتعود به 1000 مرة. هل رأيت شيئا يا أستاذ؟ لا، لم يكن شيئا مهما، ولكن يبدو أن شخصا كان هناك فوق. هل تعلم يا أستاذ أن الشيء الوحيد الذي يشبه كلامه عمله هو هذا المسدس الذي في يدي؟ كدت أن تكشفنا أيها الغبي. ألم أقل لكم في السابق أن تنتظروا إلى أن يتناولوا طعامهم؟ آسف. أريد منك أن تحفظ جيداً ما سأقوله لك. إذا كنت تريد أن تبقى حياً، يجب أن تكون هادئاً كالأفعى ومفترساً كالذئب وسريعاً كالنمر، وأن تتحلى بسياسة الإنسان. إذا كانت لك تلك الصفات، أعدك بأن تبقى على قيد الحياة، ومن دونها ستموت وتكون ميتاً وأنت على قيد الحياة. والآن اذهب، وعندما يبدأ مسلحو القافلة بتناول الطعام أخبرني بذلك. أرني إن تعلمت أم أنت غير كفؤ. سلام عليكم يا أمان الله. السلام عليكم، كيف حالك؟ مرحبا. كيف حالك يا روح الله؟ بخير شكرا. الحمد لله. أحضر تلك الأمانة يا ولد بسرعة. حاضر. الأمانة؟ أخيراً لقد صنعته لك يا روح الله. أتمنى من كل قلبي أن يكون قد أعجبك ويكون ذكرى جميلة مني. تفضل خذ. يا له من صوت جميل. شكراً لك يا أمان الله، لقد أتعبتك معي. أنا أشكرك شكراً جزيلاً يا أمان الله، سلمت يداك. إن كل حياتي وعملي وحتى مهنتي هذه هي من فضل أبيك السيد مصطفى المحترم. أبوك علمني دروس الحياة والرجولة يا بني. أخبرني ماذا حدث اليوم في المدينة. اذهبا والعبا لكي نتحدث أنا وكربلائي في بعض الأمور. هيا.
أكرر لك شكري لأجل هذا الجرس، شكرا لك. صفدر، هيا لنذهب. يا صفدر، إذا كنت ترغب فاذهب أنت أيضا والعب، ولكن لا تتأخر. شكرا لك سيدي. هل تعتقد أن القافلة ستصل اليوم؟ جاء اليوم أحد أفراد القوات الحكومية وأخبرنا أن قطاع طرق سياكو موجودون هنا، لكنني أعتقد أنهم مجرد قطاع طرق. قطاع الطرق والقوات الحكومية يعرفون أخبار بعضهم بعضا جيدا. إنها نهاية الشتاء، الحكوميون وقطاع الطرق ينسقون فيما بينهم ليسرقوا ما يستطيعون لكي يؤمنوا متاعهم حتى موسم. نعم، إنهم يبدأون من قوافل خمين ومن ثم يأتون إلى المدينة. رحم الله السيد مصطفى، فلو كان حيا لكنا نستطيع أن نفعل شيئا وننقذ هؤلاء الناس من قطاع الطرق. صحيح إن السيد مصطفى غير موجود، لكن الله موجود. أعتقد أنهم هذه السنة سيسطون على خمين، لأن الطريق بين مدينة آل جودرز ومسجد سليمان غير ممهد لهم، لكن إذا تفاءل خيرا يا أمان الله. أتمنى ألا يحدث شيء. الليلة يجب أن نخبر جميع المعارف والأصدقاء أن يجتمعوا في بيت السيد مصطفى، عسى أن نفعل شيئا للدفاع عن هذه المدينة. حسنا، مع السلامة. في أمان الله وحفظه. أسرع يا فاطمة، هيا وأمسكي هذا الحمل. يا شقي، لقد جلبت له جرسا. قلت لك توقف. هيا. توقف، لا تركض، توقف. هيا تعالي بسرعة، أمسكيه جيدا. هيا هيا توقف، أين تذهب أيها الشقي؟ هيا توقف. أرأيتما؟ لقد خاف. بالراحة علي. أين تذهب؟ تعال إلى هنا. أين تذهب؟ تعال أيها الحمل. يا إلهي، أيها الحمل الشقي، أين تذهب؟ تعال إلى هنا. أرجوك أيتها العمة، أوقفي هؤلاء الأولاد. أها، يا أولاد، يا روح الله، اتركوا ذلك الجمل، خذوه إلى القسم الثاني من ساحة البيت. مرحبا، كان مقررا أن تأتينا بأخبار القافلة، لماذا عدت؟ وأين كربلائي؟ هيا أخبرنا ما بك. لم نحصل على خبر عن القافلة، لكن كربلائي يقول يقول إنه من المحتمل أن يصل بعد غروب الشمس، والآن ذهب عند أمان الله، وهذا الجرس أعطاني إياه أمان الله، إنه من صنع يديه، ومن ثم طلب منا السيد كربلائي أن نذهب ونلعب. لا تقلقي، سوف تصل القافلة. أنا طلبت من أمان الله أن يصنع لي هذا الجرس، طلبته من أجل الحمل، في المرة السابقة كاد الصقر أن يمسك به، نريد أن نعلقه. يا روح الله، هيا لنذهب. هل تذكرين يا حجة في آخر مرة وصلت القافلة فيها بعد الغروب؟ والسيد مرتضى كان يقول إننا مكثنا يومين في النزل. هيا يا روح الله، تعال. فديت جدك يا سيدة، مولاتنا السيدة معصومة ستحفظ زائريها من الشر، إذا لم يصلوا اليوم فسيصلون غدا بالتأكيد. اطمئني، كوني مطمئنة. هل تقصدين بكلامك هذا أن أخوتي كانوا ذاهبين للزيارة؟ يا بني، السيد مرتضى ذهب إلى أصفهان ليدرس هناك، وعند عودته من أصفهان إلى خمين حدث له ما حدث في تلك السنة. كان أنا راضية بما ترضاه يا رب، كتب لي دائما أن أكون منتظرة وصول أعزائي. يا رب لا تحرمني إخوتي، أريد وصول القافلة بسلام إلى خمين، لا ترد لي طلبي. اللهم أعطنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لذيذ، لذيذ فعلا.
نعم جيد. هذا رائع. أحببت طعمه. وادي أنار يبدو جميلا جدا في فصل الربيع. هيا هيا تعال. لا لا أريد. اتبعيني. اللصوص! اللصوص! لقد هاجمنا قطاع الطرق! أين هم اللصوص؟ انتبهوا! هيا اضربه! أين اللصوص؟ لا تتحركوا! ماذا تقول؟ لا تهربوا! لا تلمسوا أسلحتكم! ماذا يجري؟ أحيطوا بهم! لا تدعوا أحداً يفتح! انتبهوا جيداً! يا ويلي! هيا! سلموا أنفسكم جميعاً! انتبهوا! يديك إلى الأعلى! سلموا أنفسكم! يا إلهي! ما يتحرك! اضربوه! يا للهول! اهدأ! ما الذي يحصل؟ ها! دع بندقيتك جانباً! إلى أين؟ اصمتوا! أعطني إياه! ماذا عنك أيضاً؟ فتش! فتشه جيداً! فتشوا جميع الرجال! جميعهم ولا تستثنوا أحداً! افتح المشكلة وانظر إلى الأسفل. أنت تعال إلى هنا. هيا. من أنا؟ انهض وتحرك. كلا. هيا دعني. حسناً حدثنا لنعرف. ما هو الشيء الذي تريد أن تعرفه؟ لا أعلم ماذا تريد مني يا سيدي، أخبرني ماذا تريد. قص لنا الرواية من البداية إلى آخرها. حسناً تكلم، قل ما عندك. أية رواية؟ ومن أين أبدأ؟ وعمن يجب أن أتكلم يا سيدي؟ تكلم عن نفسك، ماذا تعمل؟ من أين أنت؟ إلى أين أنت ذاهب؟ ما هو عملك؟ حدثنا الآن عن نفسك، نريد أن نعرف منك المزيد. أنا كنت ذاهباً إلى الزيارة، وأنا من أهل خمين يا سيدي، وليس لي أية بضاعة. جئت ببعض الهدايا التذكارية لأقربائي، وهي لك، خذها، خذها إن أردت. الزيارة، التجارة، لا دخل لنا بها. نحن ننتظر هنا حتى غروب الشمس. إن من يقص علينا قصة جديدة نتركه ليحمل الأخبار إلى أهالي خمين. إذن هيا تكلم الآن. عندما كنت في عز شبابي كنت قويا جدا. ذهبت إلى الصيد في جبال خمين، وفجأة ظهر أمامي دب.
دب كبير جدا يا سيدي. وماذا بعد؟ وفي ذلك الوقت كنت أنا أنظر إلى الدب، وعندها يا سيدي لقد تحركنا. تحركنا نحن الأثنان صوب البحر. سوف أقص عليكم قصة حقيقية. عندما رجعت قافلة خمين من الزيارة، هاجمهم لصوص وقطاع الطرق، وكان بين اللصوص صديقان لا نعرف لماذا افترقا. أحدهما أصبح حدادا، أما الثاني فقد يكفي هذا، لا أريد أن أسمع هذه الرواية. تكفي إلى هنا. أنت تذهب الآن إلى خمين وتبلغهم ما نطلب. يجب قبل شروق الشمس أن يحضر أمان الله إلى هنا لكي نخلي سبيل الرهائن. يجب أن نخبر أمان الله أنه يجب أن أراه، وأن يبقى الرهائن عندي لكي لا يقوم أهالي خمين بأية محاولة. ومن ثم أقول لأمان الله، ما نوع الفدية الذي أريد أخذها من أهالي خمين؟ والآن اذهب ونفذ مهمتك. لقد أحضرت لك حصانا سريعا. لا تنسى أن يكون أمان الله قبل شروق الشمس هنا، وإلا فلا أحد يمكنه أن يعرف مصير هؤلاء. أسرع وأبلغ ما طلبته منك فورا. هيا أسرع، هيا. نعم هذا صحيح. صحيح. كيف نسلمه إياهم؟ يجب أن نجد. من الواضح أن اللصوص يطمعون في أموال المدينة، لأنهم يعرفون جيدا أنهم لا يجدون شيئا مع القافلة. لكن أخبرنا، لماذا طلب منك رئيس اللصوص أن يذهب معك إليهم؟ ماذا يريد من هذا المسكين؟ لا، لم يقل شيئا. لا ندري ماذا يمكننا أن نفعل إذا لم نرسله. لا أحد يعرف ماذا سيجري للرهائن، وإذا أرسلناه فلا أحد يعرف ماذا سيحصل له. لا نعرف ماذا يدور في مخيلتهم. جميع لصوص سياه كو كانوا يعرفون السيد أمان الله منذ 10 سنوات، كلنا نعرف ذلك. لا أقصد شيئا سيئا، لكنني أقصد أنه من المحتمل أن يكون لهم عداء قديم معه، وهم يريدون أن يقوموا بتسوية بين بعضهم. حسنا، هذا يكفي. أنا ذاهب إليهم، لكن يجب أن يعلم الجميع أن اللصوص سيسرقون القافلة ثم يولون أدبارهم. لكن حجز الرهائن يعني شيئا آخر. أنا ذاهب إليهم لأحرر الرهائن، لكن أنتم يجب أن تستعدوا لقتالهم، لأن اللصوص أتوا ليبقوا. حتى إذا كنت أنا معهم وهاجمنا المدينة، فلا تمهلوهم ودافعوا عن مدينتكم. إنها حيلة، لا تثقوا بالحكوميين أبدا. كونوا جاهزين، أنتم مقبلون الآن على معركة كبيرة، ويجب أن تتوكلوا على الله سبحانه وتعالى. مع السلامة. ماذا؟ هل ندعه يذهب بهذه السهولة؟ نريد حلا. وماذا نستطيع أن نفعل؟ إنه الحل الوحيد. أمان الله يعلم ماذا يجب عليه أن يفعل. كربلائي منذ ذلك الحين لم يرى تلك البندقية. بعد تلك الحادثة كربلائي يلوم نفسه دائما. والآن إذا ذهب أمان الله طوعا إلى اللصوص، فعلا أخشى أن يقتلوه ويقضوا عليه. صدقاني.
طوال تلك السنين كانت البندقية هناك على ذلك الرف. قلبي يمنعني من أن أسلمها لأحد. أرجوك لا تلمسها يا بني. أنا لم أقل ذلك لكي تذهب وتأخذها. أعرف ذلك أمي، لكنني أحتاجها الآن. أنت تعرف جيداً أنها ذكرى مشؤومة لي يا بني. أنا أعرف ذلك، لكني أردت أن أعطيها لقنبر علي. إذا كان يريد البندقية فليأتي هو ليأخذها. البرد ليس قارسا، صحيح؟ إن إشعال النار يظهر للعدو أننا جاهزون. ألا تعتقد أنه يجب أن نتناوب على الحراسة؟ بلى بلى، هكذا أفضل. ها؟ اهدأ أيها الحمار، اهدأ. ألم تسمعني؟ إنه صوت حمار أمان الله. اهدأ اهدأ أيها الحمار. ماذا تفعل هنا في هذا الوقت المتأخر؟ الحمار خرج من البيت ولا يريد أن يعود. يبدو أنه يريد أمان الله. تعال، يجب أن أرجعك مهما كلف الأمر. تعال تعال. اسمع يا صفدر، عد أنت إلى بيتك. تعال أيها الحمار الشقي. سمعا وطاعة. روح الله. إلى أين أنت ذاهب؟ الوقت متأخر جدا يا بني، ارجع. لكنني أردت الذهاب إلى برج المراقبة لأرى إن كانوا يحتاجون إلى شيء. لا يحتاجون إليك بأي شيء، هيا ارجع يا بني. دعي يذهب إليك سريعا ويعود، ليس في الأمر مشكلة. حسنا، ولكنني قلقة عليه جدا يا عم ساهرة. أنا ذاهب. لا تقلقي، لقد أصبح رجلاً. سأبدأ بالحراسة أنا وقنبر علي، اذهبوا أنتم واستريحوا. تعال أيها الحمار لنذهب، تعال، سوف ترى في النهاية، ستستسلم، تعال، أيها الحمار. جيد أنني وجدتك، أعطني تلك البندقية لأعطيها لأمان الله. انسى البندقية لأني لا أجرؤ حتى على لمسها. أنا قلق جداً على أمان الله، أريد أن أذهب إلى أبواب المدينة وأعود. انتظر لأصعد إلى البرج أولاً ثم آتي معك. صفدار، ماذا؟ انتبه للحمار كي لا يعلي صوته. سأعود حالاً. حسناً. هل سمعت؟ لا تصرخ، نريد أن نذهب إلى أمان الله، اتفقنا؟ أحسنت. هيا لنذهب. أنا جاهز، هيا. جيد، هيا بنا لنذهب. كنت أريد أن أتأكد هل كل شيء على ما يرام. سنذهب إلى بوابة المدينة ونعود. إلى أين أنتما ذاهبان؟ هيا أخبراني. صحيح أنه إذا كنتما ستذهبان سيكون أفضل؟ نعم نعم، اذهب أنت، اذهب، هيا اذهب اذهب أنت. إنها صماء لا تسمع شيئا. لسنا ذاهبان إلى أي مكان. المهم الآن هو أن تذهبا. تعال لنذهب يا صديقي، إنها لا تسمع شيئا، هيا. لن نذهب إلى أي مكان يا خالة خديجة. من يبحث عن شيء فسوف يجده في النهاية. لكي تعرفوا واقع الأشياء عليكم الإصرار. لقد عاود إصدار الأصوات من جديد.
اهدأ، الأولاد يريدون أن يعرفوا هل صاحبك السيد أمان الله معنا أم مع اللصوص. إذن اسمع الكلام جيدا. اسكت وإلا فسوف. أجل أجل، يجب أن تذهبا. في بدء الأمر فإن شخصا واحدا يعرف الحقيقة، لكن بعد ذلك العالم بأسره. نعم، العالم بأسره. هي هي صديقي أمان الله. أخذت أفراد القافلة رهائن في أي عقيدة من عقائد قطاع الطرق؟ يندرج عملك هذا، قطاع الطرق لهم مبدأهم الخاص. ما كنت أعتقد أبداً أنك تغيرت إلى هذا الحد يا سيد بهرام. أنا طلبت أن تأتي إلى هنا لكي أسأل عن صحتك، لا تحقق معي. اسأل، أنا بخير وآكل من تعب ذراعي على نحو مشروع وحلال. أنا سعيد بأن أسمع هذا، لكنك لا تريد أن تسأل عن حالي. أخذت القافلة رهائن وتريد أن أسأل عنك؟ ما ذنب هؤلاء المساكين وما هذا الأسلوب؟ لماذا تجازف بحياة الناس؟ يبدو أنك غير طبيعي أبداً. الأوضاع ليست على ما يرام. أمرنا ليس بيدنا. من كان يصدق أن أكون عبداً للحكوميين؟ كان من الواضح أن تكون النهاية هكذا. النهاية؟ لم أفهم بعد لماذا تركتنا بعدما عملت معنا لمدة 10 سنين. أود أن أعرف لماذا تركتني. أجبني، أنا أنتظر جوابك. هيا، أنا أنتظر جوابك. هيا أجبني.
في ذلك اليوم تعلمت درسا كبيرا في الحياة. حتى لو كنت أنت مكاني لتغير مصيرك أنت أيضا. في آخر سطوة على إحدى القوافل تبعت إحدى راكبات القافلة التي كانت تريد الفرار. وعندما وصلت إليها وجدت عندها عقدا ثمينا. حاولت أن أنزع العقد من عنقها برأس بندقيتي ثم أن أزيل الحجاب عن وجهها. لقد عرفتها، كانت ابنة أختي المتزوجة منذ بضعة أيام. بعدها شلت يدي وسقطت البندقية مني إلى الأبد. هكذا. هيا. يا للعجب. والآن أخبرني، ماذا تريد من أهالي خمين مقابل تحرير الرهائن؟ القوات الحكومية تمر بحالة سيئة. الضرائب والجباية لا تكفيان لسد حاجياتهم، وكما تعرف حالنا نحن أيضا أسوأ من قبل بكثير يا صديقي. ماذا تريد وكم؟ 6 أطنان من الحنطة والشعير ومصاريف البارود ومتاعا ولباسا. قل كم تطلب وكف كلاما. مصاريف الشتاء للخمسين شخصا. ماذا تفعل؟ سوف أنقل مطالبك إلى أهالي خمين. سوف تحصل على ما طلبت، ولكن يجب أن تقسم بأن لا تدخل مدينة خمين أبداً. أنا أقسم على ذلك، أنت تعرفني جيداً يا صديقي. لكنك تغيرت، لا تنسى اليمين التي أقسمت بها. لا تتحرك. انهض وقل لهؤلاء الأوغاد لا شأن لكم به. لو كانوا رجالا لكانوا قد منعوه عند وصوله إلى هنا. لنرجع إلى المدينة الآن. أخشى أن نتوه، لقد ابتعدنا كثيراً عن المدينة. تعال يا صفدر لنذهب إلى تلك الشجرة ونسترح قليلاً ثم نعود بعدها. هيا بنا. الأجدر بك ألا تصدر أصواتاً، فهمت ما قلت؟ لقد تعبنا كثيراً. إنه حمار ذكي، حتى لو تركته بعيداً يعود إلى المنزل. انظر إليه، انظر كيف ينظر إلى النجوم. يقولون إن أي نجمة تسقط على الأرض يموت شخص جيد. لقد سقطت نجمة، هل رأيتها صفدر؟ نعم، انظر، يعني أن شخصا جيدا غادر الحياة. فإذا إذا ولد شخص جيد يجب أن تضاف إلى النجوم نجمة جيدة. هل للحيوانات الجيدة نجوم في السماء يا صديقي؟
أنا متأكد أن ليس لهذا الحمار أي نجمة. صحيح، إنه قادر على افتعال المشاكل، من أين تكون له نجمة؟ يأتي بعد روح الله يا عمة؟ نامي يا عزيزتي لكي أقص عليك الموضوع، نامي. ولماذا يجب أن لا نلمس تلك البندقية؟ نامي يا عزيزتي لكي أقص عليك الموضوع، نامي. أنا أعلم أنكم جميعاً سمعتم قصة هذه البندقية لعدة مرات، لكني سأقصها عليك من جديد. في شتاء تلك السنة، أبوك كان ذاهباً إلى والي مدينة أراك لكي يقدم شكوى، وكان قنبر علي وكربلاء برفقته. وعندما كانوا يتهيئون للصلاة، كان رجلان يراقبانهم، وكان هذان الرجلان قد أرسلهما سيدهما لقتل السيد مصطفى. نعم يا ابنتي، هذان الرجلان عندما شاهدا هذه البندقية مركونة جانباً، ألقيا ببنادقهما ووضعاهما أرضاً. وذهبا عند السيد مصطفى. عندما شاهد أبوك الرجلين غير مسلحين، اعتقد أنهما ليسا عدوين. لكن هذين الوغدين كانا وحشين وليسا بشرا. احدهما اسرع نحو البندقيه التي كانت مركونه جانبا، التقطها من الارض وقتل بها والدك. ومن ثم هرب، والسيد كربلاء الذي كان مستاء كثيرا كسر البندقيه. السيد مصطفى! السيد مصطفى! السيد مصطفى! لا! شركاؤنا قادمون. يا لهذه الدنيا! نحن نشارك الجنود الحكوميين. ماذا؟ أنقل إليكم بلاغا. وما هو؟ قل ما عندك. السيد بهرام يبلغكم التحية ويقول أن تذهبوا إلى المدينة وتلقوا القبض على أمان الله. ولكن بأية تهمة؟ يجب أن تكون هناك تهمة موجهة إليه. عليه تهمة، تتهمونه بأنه كان يساعد اللصوص لأنه ليلة أمس كان عندنا. هل من أحد هناك؟ من هنا؟ أرنا من تكون أنت. أنا
حمار من غير جراب لا يمكن أن يكون بصحبته أحد. هيا لنذهب. إنه يغني وحيداً. هيا لنذهب. هيا لنذهب. هل سمعت ماذا كانوا يقولون؟ إنهم يريدون أن يلقوا القبض على أمان الله. يجب أن نذهب إلى المدينة ونخبره بذلك. نعم، بسرعة اركب. أخبريني يا ابنتي، هل رأيت صفدر؟ فهو لم يأتي إلى البيت منذ البارحة. هيا لندخل يا ابنتي. اترك ما بيدك وتعال معي إلى ساحة المدينة. حتى الآن غير واضح ماذا يريدون أن يفعلوا. أنا لا أعلم. سلام عليكم. سلام. اتبعوني إلى ساحة المدينة. أهالي مدينة خمين، قطاع الطرق يريدون متاع 50 شخصا وبنادق وألبسة فدية لتحرير الرهائن، والسيد بهرام أقسم لي وأكد بأن لا يدخل المدينة أبدا. أسرع، هيا أسرع. أسرع، هيا. يجب أن نعجل الأمر، يجب أن نقدم إليهم ما يريدون. لا يمكننا أن نطمئن لأمان الله، قد يكون هو واحدا منهم. هذا يكفي، دعه يكمل كلامه. إن السيد بهرام يلتزم بالقسم الذي أقسمه. ماذا علينا أن نفعل؟ لا شيء، وكيف لنا أن نعرف أنه صادق؟ قد تكون هذه خطة. أسرع. اللصوص شركاء مع جنود الحكومة. جنود الحكومة دخلوا المدينة. من منكم أمان الله خان يا أهالي خمين؟ إنه مجرم وقد تعاون مع اللصوص. نحن جئنا للقبض عليه. يكفي هذا، أنا أمان الله، لا حاجة إلى ذلك. سآتي معكم، يجب ألا تصل هذه المسألة إلى المدينة. الناس هنا بحاجة إلى العيش بأمان. لقد أخذوه. ماذا فعل؟ إلى أين تأخذونه؟ ماذا يجري؟ ما أخذوه؟ إلى أين يأخذونه؟ إلى أين؟ هذا ظلم. يا روح الله، يا روح الله، يا روح الله، أين أنت يا بني؟ يا روح الله، أين أنت؟ يكون قد ذهب، ولكن أين هو؟ هل أذهب وأسأل الجيران؟ من المحتمل أنهم يعرفون شيئا. عم ساهرة، عم ساهرة، أخبرني الآن أين كنت.
اللصوص أبلغوا الجنود الحكوميين أن يقبضوا على أمان الله، إنهم شركاء. إذن القوات الحكومية واللصوص متفقون فيما بينهم. أنا وصفدر كنا ذاهبين لنجد أمان الله، وسمعنا أن اللصوص أبلغوا الجنود أن يقبضوا عليه. يا الله، سلام عليكم. السلام. ماذا في الأمر؟ أخبرني. الجنود ألقوا القبض على أمان الله وأخذوه، والناس كانوا يشاهدون ذلك، ولم يجرؤ أحد على الكلام. لا نعلم ماذا سيحصل لأمان الله. يريدون أن يخيفوا الناس بهذه الطريقة يا عمتي. صحيح، ليأخذوا جزية وخراجا كثيرا من الناس. أيها الولدان، أنتما اذهبا وتابعا اللعب، هيا. حسنا. الناس لا يثقون بأمان الله، عندما كان يتكلم إليهم كانوا يعتقدون أنه مع اللصوص. إذن القوات الحكومية متفقة مع اللصوص على هذا الأساس، يجب أن يدفع الناس ما يطلبه اللصوص. يا أستاذ، من الأفضل أن تذهب إلى الناس وتتكلم معهم، لأن ذويهم من بين الرهائن. حسناً. لنذهب يا قنبر علي. لنذهب. كربلائي، قنبر علي، أنتما انتظرا، أريد أن أتكلم معكما. حاضر. أريدكما في مهمة، أريد أن أرسلهما لكي يتكلما مع بهرام. أرجو أن تتصرفوا على نحو بحيث لا يتسبب الناس بالمشاكل، من الأفضل أن نعطيهم ما يريدون لأنه ليس لنا حل آخر. وأنتما قبل أن يغمى عليكما، ادخلا وكلا شيئاً وبعدها لي معكما حساب آخر. حسناً. أين ذهبتما من دون إذن؟ ادخلا إلى الغرفة لتأكلا شيئاً، يبدو أنكما جائعان. السلام عليكم. وعليكم السلام. ماذا في الأمر؟ المدينة تبدو غير عادية، أين روح الله؟ لا تقلقي، روح الله يتناول طعامه، وعبد الحسين ذهب إلى المسجد لكي يكلم الناس. رحمات يا رب. اذهبا إلى بهرام واطلبا منه أن يقسم على هذا المصحف، إذا أعطيناه ما يطلبه ألا يدخل المدينة، واذهبا إلى أمان الله لكي تطلقا سراحه. أنا ذاهب لكي أهيئ الأحصنة. سوف أطلق سراحه مهما كلف الأمر. إذا أخذوه إلى مدينة أراك فلن يعود سالما أبدا. اطمئني يا أختا. وعليك أن تنتبه من قطاع الطرق. سأبذل ما في جهدي، عن إذنك. توقف يا شقي، يا لك من حمل شقي، قلت لك توقف. لا لا تضربي، أوقفيه فقط، أرجوك أوقفيه فقط. يكفي لعبا يا روح الله، تعاليا، أريدكما في عمل مهم، وأنا أعرف أنكما قادران على تنفيذه. نعم يا عم ساهرة. تعاليا عزيزي. الجنود ذهبوا إلى المدينة وألقوا القبض على أمان الله، وهو مع جنديين في طريقهما إلى مدينة أراك. يا أوغاد، لم يكن هذا اتفاقنا، إذا نقلوه إلى أراك فسوف يعذبونه ويعترف بكل شيء. كان سبب المشاكل، لو كان باقيا هنا لاشتبك معنا. آمر القوات هذا لم يفي بوعده وأفسد كل خططنا هذا الغبي، يا له من أبله ووقح. والآن بما تأمرنا أن نفعل؟ خذوا كل ذهب ونقود القافلة وتهيأوا لنتجه صوب مدينة خمين. سنذهب إلى الحرم أم لأخذ الفدية؟ حقا أنا لا أعلم، لنرى ماذا يجري داخل المدينة، لنعرف ماذا يقرر أهالي مدينة خمين. لنرى كم نستطيع أن نجمع من الناس، ما سنجمعه يجب أن نأخذه إليهم سريعا ليخلوا سبيل الرهائن. إذن أنتم قررتم أن ندفع الفدية. حياة الناس في خطر يا شاب، يجب ألا تتصرفوا على نحو تكونون فيه سبباً في قتل الأبرياء. كنت مع القافلة وشاهدت اللصوص، إنهم لا يعرفون الرحمة أبداً.
حسناً، إذن كل شخص يدفع قدر ما يستطيع ويأتي به إلى ساحة المدينة، وفي ذلك المكان نسلمهم الأموال. حسناً. هل من اعتراض على هذا؟ هل من كلمة أو رأي لأحدكم؟ لا. لا. إذن ابدأوا بجمع الأموال حتى ننتهي سريعاً من الموضوع. أنت ابقى هنا، وإذا حصل أي مكروه لي فاذهب واخبر الجميع. هل هذا مفهوم؟ ولكن كن حذراً يا كربلائي. حسناً، مع السلامة. أعطيني ما عندك، أعطيني ما عندك، أسرع، ارمي ما عندك. أتكلم معك أيها العجوز، هيا. ماذا تفعل؟ أيها الغبي، مرحبا. نحن نوافق على طلبك، لكننا مشغولون بجمع الأموال، واقسم على أنك لن تدخل المدينة بعد ذلك. اذهب وأخبرهم، نحن قلنا من قبل هذا لأمان الله ولا حاجة لأداء اليمين. هذا ما يقوله بهرام. إذا استلمنا الفدية فلن يدخل أحد منا إلى المدينة، نأخذ الفدية ونرحل عن هنا. هل فهمتم؟ عم ساهرة، أعانك الله. شكراً لك، ماذا في الأمر؟ لقد أصبح عدد الحمير 6. وماذا تحمل؟ لكن أنا أحتاج إلى حمار آخر بعد. نستطيع أن نأخذ حمار صفدر. لا، سوف يفسد خططنا. على أي حال نحن نحتاج إلى حمار آخر، سأرى ماذا يحمل. ليس لدينا حل آخر، أسرع، أحضر. حاضر. هذا يكفي. عم ساهرة، على ظهر الحمار 6 رزم كبيرة، وفي الجهة اليسرى بساط، وإلى الجهة اليمنى أكياس وجراب. أرسل إليهم شخصاً لكي يخبرهم بما جرى. أقترح أن نرسل إليهم لطف الله، فليصرخ من بعيد لأن صوته قوي، وليعد بسرعة. نعم، إنها فكرة جيدة. هذا الممر مكان جيد، نخرج من أمامهم، والآن غطي وجهك لأنه خطرت لي فكرة. ساعدكم الله، الخطة تغيرت. أية خطة؟ ومن تكونون أنتم؟ هيا قولوا لي. نحن من جماعة بهرام،
الذي يطلب أن تعيد السجين. لا نتلقى الأوامر من بهرام خان، افسحوا الطريق. آمر القوات الآن عند بهرام، ألا تصدق أنها أوامرهما؟ السجين يجب أن ينقل إلى مدينة آراك. الآمر وبهرام تناقشا معا وقالوا إنه إذا نقل السجين إلى آراك فسوف يخبرهما أن اللصوص والجنود متفقون معا. نعم هذا صحيح، أظنك محق. إذن نرجع معا. جيد، عودا بسرعة. يا قطاع الطرق اسمعوا، الفدية التي طلبتموها جاهزة، تعالوا وخذوها من بوابة شاهين وأطلقوا سراح القافلة من بوابة شهباز. يا أيها اللصوص وقطاع الطرق، الفدية جاهزة، تعالوا وخذوها يا قطاع الطرق. أرسل شاه مراد لكي يتسلم الفدية. تريد أن أرسل ذلك الشخص الغبي؟ هذا يكون لنا أفضل، نكون محتاطين ومسلح واحد يكفي. أخبرني كيف نتعامل معهم؟ نتسلم الفدية من بوابة ونطلق سراحهم من بوابة أخرى. والآن اذهب وكن حذرا لئلا يخدعونا، وقل لشاه مراد أن يعود بسرعة. هيا اذهب بسرعة. إن هذا الحصان لا يستطيع أن يستمر في السير، اخترق حجر قدمه. نعم لا يستطيع الاستمرار، قدمه تؤلمه، يجب أن نفعل شيئا. صحيح لا يستطيع، يجب أن نريحه. انتبه. قل لي ماذا فعل سكان المدينة؟ الفدية قد تكون خرجت من بوابة المدينة، لكن السيدة ساهرة كان لها مخطط آخر. قبل أن ينهضوا يجب أن نبتعد من هنا بسرعة. تحركوا، يجب أن نصل إلى المدينة. نستطيع أن نظهر للناس زيف هؤلاء الجنود، فلنذهب بسرعة بسرعة. إنهض سوف يقضى علينا، لقد هربوا. لقد أتيت، أعطوني الفدية، تنحوا جانبا. هيا اذهب وأخبر العمة ساهرة أن شخصا قد أتى لأخذ الفدية. حسنا. اهدأوا، أي شخص منكم يتقدم سأطلق النار عليه. العمة تقول أن أنقل إليها الأخبار أولا بأول. ماذا يحدث؟ ماذا في الأمر؟ اذهب وأخبرها أنه أعطى الإشارة لأصحابه. من كان؟ لست أنا. يا أولاد انزلوا إلى الأسفل، يجب أن تقودوا القافلة. انظروا إلى هذا الحمار ماذا يفعل. يا إلهي،
ألم أقل لكم إن هذا الحمار يفسد كل شيء؟ لم يكن لدينا حل آخر، يجب أن نتحرك. يا سيدي، أنا أعرف رواية جيدة، أتريد أن أقصها عليك؟ حسناً، دعها للرحلة التالية. أعتقد في الرحلة التالية أنت سوف تقص الرواية. هيا ابتعد من هنا قبل أن أسفك دمك. سمعاً وطاعة. لماذا انزعجت؟ هل رواية عبوديتنا رواية حزينة؟ هيا! إنه قادر. تعال إلى هنا. أخشى عليك من أن يراك يا ولدي، وقل لجميع الأطفال أن يتهيأوا جيداً. أنت جاهز يا صفدر؟ لا تقوم بأن جاهز قبل أن أعطيكم الإشارة. حسناً. دوركم يأتي بعد دوري يا أولاد، كونوا جاهزين. حسناً. ابقى هنا ولا تتحرك. نحن نضع خطة جيدة، هل تفهم؟ ولكن أين هو الحمل أتعرفين؟ أعتقد أنه مع فاطمة في الطابق العلوي. لماذا تسأل؟ سوف يفسد كل شيء الآن. كونوا حذرين يا أولاد. يا ويلي. يا ويلي، لا أصدق، لقد أفسد كل شيء. حسن، هل أنت بخير؟ حسن، هل أنت بخير؟ نعم، رأسي. أيها الحمل الشقي، ألم أقل لك ابقى مكانك؟ لقد أفسدت كل شيء. كيف حاله؟ إنه ليس بخير، لقد أغمي عليه. صفدر، خذ الحمولات المزيفة إلى الزقاق الذي هو إلى جانبنا. سليم، فاطمة، أنتما تعاليا إلى هنا وساعدا حسن على أخذ الحمير إلى البيت. حاضر. ونبقى نحن الاثنان حتى يستيقظ هذا الرجل. هيا. أهلا بك. عدتم موفقين والحمد لله. كان الوضع صعبا جدا حتى أنقذناه. أخشى بسبب ما فعلتموه أن يهاجم اللصوص المدينة. لا تقلق، فالسيد بهرام ملتزم بقسمه، لا يفعل هذا أبداً. أنا متأكد أن قطاع الطرق لا يدخلون المدينة، لكني لست متأكداً من جنود الحكومة. الحمولات والحمير ليست هنا يا ويلي، سرقوا الحمولات، سرقوها. اطمئن، الحمولات هنا. جيد. لا تقلق، كنا نحافظ على الحمولات، هنا الطريق المؤدي إلى خارج المدينة. الحمولات لم ينقصها شيء. يا حماري العزيز، الحمولات هنا. الآن أنا مشغول جدا، لكن في المرة الثانية حين أعود إلى خمين سوف ألقن الأولاد الأشقياء درسا. لنذهب، هيا بنا يا حمير. جيد أنني وجدت الحمولات. لقد نجحنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. وها هي الأقمشة التي طلبتها كاملة يا سيدي،
أهلا وسهلا، نحمد الله على سلامتكم جميعا. أولئك الأغبياء إلى أين ذاهبون؟ لقد ساعد هذا الحمل على تحسين خطتنا. نعم، الله سعادة. أحسنت أيها الحمل. أرجو من الله أن تكونوا دائماً بخير. استسلموا، هيا استسلموا. هيا. إلى كم يصل عددهم؟ 3 أو 4. استسلم يا أمان الله، أنا أعفو عن الشخصين الآخرين. حسناً، أنتم أردتم ذلك، أطلقوا النار. ارجعي إنه خطير. ارجعي يا سيدتي، ارجعي. إلى أين تذهبين؟ ماذا تفعلين هنا؟ من أين ظهرت هذه؟ يا عجوز انهضي من هناك. بلائي، هيا انظر إلى هناك بسرعة. لا، لماذا جاءوا إلى هنا؟ يجب أن يذهبوا من هنا، قل لهم أن يذهبوا بسرعة. مرحبا، تفضلوا، هذه حمولاتكم. انظر هكذا، إنها سليمة. ماذا تفعل يا غبي؟ ماذا تريد من ذلك الحيوان المسكين؟ يا ويلي يا ويلي، لقد خدعونا، أرسلوا إلينا القش بدلاً من المتاع. ما حصل في الزقاق؟ ذلك الولد هو السبب، كان يجب أن أعرف، كل شيء كان مصطنعاً. فليركب الجميع، سوف نهاجم المدينة. لا، فلقد أقسمنا لهم جميعاً، نحن كنا غير واعين، نحن أيضاً المقصرون. ما ذنب الناس؟ قل لي. إنه هناك، هو الذي خدعني، اقتله يا سيدي، اقتله. لكن هذا طفلا، كيف يستطيع طفل صغير أن يخدع رجلا كبيرا مثلك أنت؟ إنها مهزلة كبيرة، انظروا أين رمى بنا الدهر. إنه ابن السيد مصطفى. أمان الله،
أنت متهم بالتعاون مع اللصوص، سلم نفسك. إذا سلمت نفسك فسوف أعفو عنك. لا تثير الفوضى في المدينة، سلم نفسك. قلت لك سلم نفسك، هذا أفضل للجميع. كفى يا رجل، إنه أمر مخجل، هذا يكفي. أنتم مع اللصوص وجنودك هم الذين سلموا أمان الله للصوص؟ ماذا؟ لقد انكشفتم للجميع. اللصوص أخذوا الفدية، اذهبوا إليهم وخذوا منهم قصصكم. الكل يعرف أنك كنت منذ مدة شريكاً لبهرام، إذن استسلم. أنت تتكلم عن الماضي، كيف لك أن تعرف السيد بهرام؟ هذا صحيح. هل ستصمتين أم لا؟ أغلقي فمك هيا. أخبر الناس كم كانت حصتك من تلك الغنائم هيا. أسكتي، هذا يكفي، لا أريد أن أسمع شيئا. أمرك أصبح مكشوفا للجميع أيها الآمر، أنت وهذه الدولة الضعيفة في آخر المطاف. يا لحظي. والآن وقبل أن يقوم الناس بسحقكم، من الأفضل أن تذهبوا من هنا بأسرع وقت. بسرعة، أطلق عليها النار. والآن انتهى الأمر بكم أن تطلقوا النار على الناس العزل، هذا مخجل. أعطني البندقية يا عديم الفائدة. أمان الله. هل أنت بخير؟ ها؟ أسرعوا فلنغادر هذه المدينة. أمان الله، هيا أسرعوا فلنذهب من هنا بسرعة، هيا بنا. أطلق النار عليهم. ماذا أصاب حصاني؟ هيا أسرع، هيا أسرع، هيا هيا. تباً لك أيها الآمر، أفسدت كل شيء. سوف يعيش، انقلوه إلى بيتي لكي أخرج الرصاصة. تعنين أنه سوف يتحسن؟ نعم، هذا شيء بسيط جداً. الحمد لله، سيعيش. لقد كنت محقة، هل رأيت يا سيدة هاجر؟ كل شيء أصبح على ما يرام، لقد نجحنا. لنأخذها. يا الله، يا روح الله، سوف يعيش سيدي. ابنك سيصبح رجلاً كبيراً، إنه شجاع جداً، في المستقبل كل الناس سيرون قدرته وشجاعته. الله أكبر، الله أكبر، الله ضعوا هذا الغبي على ظهر الحمار معكوساً وأرسلوه إلى المدينة لكي يكون عبرة لكل لص. هيا. لا 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 لا.